تم إطلاق اللعبة الصينية الأسطورة السوداء ووكونغ التي تقمص أدواراً مفعمة بالحركة في يوم 20 أغسطس رسمياً، ما يجذب الكثير من المتابعين في جميع أنحاء العالم ويوفر تجارب جديدة غير مسبوقة لكل محبي الألعاب. تستند قصة هذه اللعبة إلى الرواية الصينية الكلاسيكية رحلة إلى الغرب، وهي تمثل اختراقاً كبيراً لصناعة الألعاب في الصين بفضل تكاليف تطويره عالية والاستثمارات الهائلة في موارده. أعتقد أن أروع شيء للعبة هو بالتأكيد تصميم شخصيات الرسوم المتحركة، وخاصة أنماطها المختلفة. رأيت عمق الثقافة الصينية في اللعبة تماماً كما شعرته من الأفلام الصينية، والتي جذبتني بشكل كبير. مع ارتفاع شعبية لعبة الأسطورة السوداء ووكونغ، جذبت الأعمال الثقافية الصينية الأخرى مثل الأفلام الصينية والألعاب الإلكترونية الصينية اهتماماً عالمياً.